هذا وقد أعربت عائلة العباس عن ولائها التام لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدة بكل فخر بما تحقق في العهد الزاهر لجلالته من إنجازات للمملكة وشعبها الوفي. وجددت عائلة العباس البيعة والولاء والعهد على الدوام لجلالة الملك المفدى، بيعة واحدة على مر الدهور والأزمنة.